بعد أدائهم مناسك الحج وضمن سلسلة رحلات عودتهم إلى البلاد، فإن الطائرة الأخيرة للحجاج التشاديين تحط البارحة بمطار حسن جاموس الدولي، وعلى متنها ما يربو 120 حاج، وفي مقدمتهم رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بتنظيم الحج والعمرة إدريس دكني الدكير وبعض أعضاء اللجنة التنظيمية للحج. وبعد نزولهم من الطائرة أكد رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بالحج والعمرة عن وصول جميع الحجاج التشاديين. بكل شيء نشكر ربنا عشان سهل لنا هذا الأمور، ونشكر رئيس الجمهورية كان حتى سيخة تفوقنا وخطانا في هذا المسؤولية، هو بالهين المسؤولية هذا بالهين تقيل، عشان كده عايز نشكر كل واحد، نقول الوفد حاسة معي أنا الخدمة، ما شخص واحد يقدر يسوي الخدمة، يسوي بالتيم، أنا ناس اللي كانوا يشتغلوا معك كان ما عاونوك ما تقدر تسوي الخدمة، عشان كده نقول هسه تجيب ناس دول كلهم لسه عندهم نوم في عينهم، عشان 30 يوم قاعدين هناك ما ناموا في الليل والنهار قاعدين يسووا خدمة الحجاج، الحجاج هم ضيوف الرحمن، الحمد لله اللهم يحط ميزان حسناتهم عشان خدموا للحجاج. أما بعض الحجاج فقد عبروا عن فرحتهم لحج هذا العام. بحمد الله بتوفيق الله والخدمات سواء في بلدنا او في البلد اللي مشينا لها، ادينا المناسك بسلامه، من هنا مشينا الحمد لله يعني ما في اي صعوبات، احسن حج واحسن خدمات. اولا نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمه التي انعم علينا بهذا الحج في هذا العام، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل مننا حجنا وسعينا وطوافنا وكل العمل الذي قمنا به، نسال الله سبحانه وتعالى ان يضع لنا في ميزان الحسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون. وبهذا فقد أزل الستار على فعاليات حج هذا العام الذي اتسم بالتنظيم بشهاده الحجاج ورئاسه اللجنه المكلفه بتنظيمه.